يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: جاء رجل إلى رسول الله فقال له: يا رسول الله، كثرت ذنوبي وضعف عملي، شنو أسوي؟ يعني أنت ما عندك ذنوب، أنا ما عندي ذنوب، يعني ما من عبد إلا عنده ذنوب، كثرت ذنوبي وضعف عملي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر السجود فإنه يحط الذنوب كما تحط الريح ورق الشجر. يعني مثل ما الرياح العاتية حينما تأتي على الشجر في أيام الخريف مثلا، فالرياح تجي كل الأوراق تسقط، أنت بسجودك تسقط كل ذنوبك.